زي ما تعودنا مع حضراتكم دايما في صباح الخير يا مصر كده بنحاول أن نبحث عن العقول المصرية والعلماء اللي مشرفين اسم مصر في كافة الأوساط والمحافل العلمية. النهاردة هنقدم لكم قصة الدكتور حامد جمال الدين اللي قدر من خلال رحلته في بعض الجبال أنه يقدم لنا ويكشف لنا عن جزء مفقود من تاريخ الحياة على كوكب الأرض. الجزء ده عمره 500 مليون سنة، 500 مليون سنة كانوا مجهولين، مفيش أي معلومات علمية عنهم. البحث ده بالتأكيد وراه قصة كبيرة وحدوتة كبيرة جدا مهمة هيحكيها لنا دلوقتي بنفسه الدكتور حامد جمال الدين، أستاذ المساعد بكلية العلوم في جامعة خليفة بالإمارات، واللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق الزوم. صباح الفل عليك وأهلا بيك، ويعني مبروك على الاكتشاف الكبير ده. لكن قعدت أكتر من سنتين ونص تقريبا بتسافر وتطلع جبال وبترجع للمعمل عشان تحلل عينات. الفترة دي السنتين ونص دول وصلتك أنه كان في حياة في الأرض من 500 مليون سنة فاتوا، إيه النتائج اللي حضرتك وصلت لها؟ صباح الخير الأول يا فندم. صباح صباح الخير عليكم. متشرف أن أنا معكم النهاردة. هو الموضوع بيبدأ إن إحنا نعرف إن الحياة بدأت على سطح الأرض من 3.5 مليار سنة، والمفروض عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة، ففي مليار سنة مفقود في عمر الأرض إحنا مش عارفين هل موجود فيهم حياة ولا لأ. فإحنا بدأنا نفكر نشوف في خلال المليار سنة ده هل في موجود حياة ولا لأ؟ طب هي إيه العناصر الأساسية عشان تكون حياة؟ الحياة بدأت الأول على هيئة كائنات وحيدة الخلية من 3.5 مليار سنة، والظروف اللي هي كانت موجودة أثناء الوقت ده كانت عبارة عن وجود مياه عذبة، وجود أرض دراي لاند، سطح أرض تكون موجودة عليها. طيب هل الحاجات دي كانت موجودة قبل كده ولا لا؟ ما كناش نعرف. فبدأنا نفكر من هنا، من بداية النقطة ديت، طب أنا عشان أقدر أدور على نفس الظروف ديت لازم أدور على جيولوجيكال ريكورد أو سجل جيولوجي أبدأ أدرسه عشان يديني المعلومات ديت. فما فيش غير مكان واحد بس على سطح الأرض بيحتوي على صخور، موجود في منطقة في ويسترن استراليا، في استراليا الغربية، اسمها منطقة جاك هيلز. المنطقة ديت بتحتوي على صخور قديمة، بتحتوي هذه الصخور على بلورات الزيركون. بلورات الزيركون ديت بيتراوح العمر بتاعها من 4.4 مليار سنة، يعني بعد ما الأرض اتكونت على طول بحوالي 100 مليون سنة. فاحنا رحنا زرنا المكان ده، جبنا منه عينات في شهر سبتمبر 2021. جمعنا منه عينات جديدة، بدأنا نبدأ نشتغل عليها. خدنا حوالي سنتين ونص زي ما حضرتك قلتي. خدت سنتين ونص قعدت بشتغل على العينات، بنستخرج منها معدن. عفوا انا بس بقاطع حضرتك عليه. الصور اللي احنا شايفينها دي من المكان اللي استخرجتوا منه الزيركون او الماده اللي تم تحليلها بعد كده، ده في استراليا الغربيه، صحيح كده؟ اكيد. يعني الصور اللي احنا شايفينها عشان نوضح للساده المشاهدين، هي أنا دي مش الصور. شايف انا مش شايف الشاشه، بس اكيد الصور اللي هي صور الجبل ده، المكان اللي احنا دي الصخور اللي احنا جبنا منها العينات. عشان نبسط للساده المشاهدين ليه المكان ده تحديدا، وازاي المواد اللي بتطلع من الصخور دي بتقول لي انه في 500 مليون سنه مجهوله من على وجه الارض. تمام. ليه المكان ده على سطح الارض؟ عشان هو ده المكان الوحيد اللي فيه صخور قديمه على سطح الارض بتحتفظ بمعدن الزيركون ده، والعمر بتاع ده اقدم عمر على سطح الارض زي ما قلت لحضرتك. تمام. اللي هو 4.4 مليار سنه، ده مش موجود في اي مكان تاني على سطح الارض. فبالتالي المكان ده مكان مميز عشان عاوز تدرس الحقبه ديت من عمر الارض، اللي هي حقبه عمر الهيديان، اللي هو العمر الاول في بدايه تكوين الارض. لازم نروح للمكان ده نجيب منه عينات ونشتغل عليها. طيب احنا ازاي عرفنا ان احنا عندنا في جزء 500 مليون سنة ممكن كان فيهم حياة واحنا ما نعرفش؟ احنا خدنا الزيركون ده حللناه. طيب اشمعنا معدن الزيركون ده؟ معدن الزيركون ده بيحتوي على ثلاث معلومات مهمة. المعلومة الاولى ان هو بعد ما بيتكون بيحتفظ بالمعلومات اللي موجودة جواه، والخواص اللي جواه ما بتتغيرش مع مرور الزمن، يعني مع مرور مليارات السنين هي ما بتتغيرش، بتفضل موجودة جواه ما بتتغيرش نهائي. المعلومة الثانية اللي هو بيحتوي على عنصرين مهمين، عنصر اليورانيوم وعنصر الليد اللي هو الرصاص، اللي احنا بنستخدمهم في تحديد عمر الصخور. فبالتالي احنا من خلال العنصرين دول نقدر نقول ان العمر بتاع المعدن ده كان كذا.
الحاجة الثالثة إن هو بيحتوي على معدن، بيحتوي على عنصر الأكسجين، وعنصر الأكسجين هو العنصر الأساسي في تكوين المية. إحنا عارفين إن المية التركيب بتاعها عبارة عن هيدروجين أكسجين، هيدروجين H2O، تمام. فإحنا لو عرفنا تركيب الأكسجين اللي موجود عندنا في الزيركون من 4 مليار سنة أو 4.1 مليار سنة، نقدر نقول المية اللي كانت موجودة في الوقت ده عبارة عن إيه، وهو ده اللي إحنا فعليا عملناه. جميل. إحنا حللنا حوالي 1400 عينة زيركون، خدت مننا شهور في المعمل تحليل، بدأنا نشوف تركيب الأكسجين اللي موجود فيها. طيب إحنا الأول عندنا نوعين مية، في المية العذبة اللي هي الرين ووتر اللي هي المية اللي جاية من المطر، وفي المية المالحة اللي هي الموجودة في المحيطات. المية المالحة بتحتوي على أكسجين بنقول عليه الأكسجين 18 اللي هو الأكسجين التقيل، أما المية العذبة أو المية اللي جاية عن طريق الأمطار بتحتوي على الأكسجين الخفيف اللي هو الأكسجين 16، تمام. فاحنا ما بدأنا نحلل الاكسجين اللي موجود في الزيركون، لقينا ان الاكسجين اللي موجود في الزيركون بكمية كبيرة هو الاكسجين 16 اللي هو المفروض موجود في المية العذبة، ولقينا ان الاكسجين ده موجود بكمية كبيرة عند 4 مليار سنة. فبالتالي احنا من خلال التحاليل الجديدة والنتائج الجديدة قدرنا نقول ان احنا في عندنا مية عذبة كانت موجودة في الوقت ده. طيب هل المية العذبة دي هتكون موجودة ازاي؟ عشان يبقى عندي مية عذبة لازم يكون عندي سطح أرض فوق سطح البحر عشان يقدر يحفظ لي المية العذبة دي. فبالتالي النقطة المترتبة عليها إن وجود مية عذبة لازم يكون موجود معاها أرض فوق سطح البحر. فبالتالي احنا بقى عندنا نقطتين أو اكتشافين مهمين، لو في مية لوجود وفي المية أرض. العذبة طيب في وفي بداية أرض. كلام طيب احنا حضرتك اتكلمت عن فكرة وجود الكائنات ذات الخلية الواحدة، يعني احنا نعرف مثلا انه من تمام، هي ملايين دي السنين النقطة أو آلاف اللي احنا السنين هنتكلم عليها. كان في ديناصورات وماموث، النهاردة بنتكلم عن إيه هي الكائنات ذات الخلية الواحدة؟ الكائنات الخلية الواحدة هي كائنات اسمها ستراتومايتس، دي كائنات بتتكون في مية عذبة، دي أول كائنات اتكونت على سطح الأرض ومحفوظة في حاجة اسمها صخور رسوبية برضو في منطقة في ويسترن استراليا. هي عبارة عن كائنات بسيطة جدا غير معقدة نهائي، دي أول ظهور لأشكال الحياة تحتوي على الـ RNA اللي هو الحاجة الأساسية في تكوين أي بني آدم أو أي شخص أو أي كائن حي، تمام. فالحاجة ديت أو الكائنات الخلية الوحيدة الخلية أول ما اتكونت هي أصلا اتكونت على وجود مية عذبة وعلى وجود أرض، ده كان من 3.5 مليار سنة. فإحنا الاكتشاف الجديد بتاعنا بيقول إن الحاجات ديت إن من 4 مليار سنة، يعني بعد قبل كده ب 500 مليون سنة، كان أصلا موجود مية عذبة وكان موجود أرض. يعني معنى كده إن الكوكب بتاعنا كان صالح للحياة من 4 مليار سنة، وده معناه إن في 500 مليون سنة إحنا ما كناش نعرف عنهم حاجة، جميل. كنا فاكرين ان مش موجود فيهم مية عذبة، مش موجود فيهم ارض، مش موجود فيهم حياة. أكسجين كمان. فبالتالي من الاكتشاف الجديد بتاعنا نقدر نقول لا، ده احنا عند 4 مليار سنة ممكن يكون كان موجود فيه حياة. طيب هل احنا عندنا اي ادلة دلوقتي بتقول كان في موجود حياة عند 4 مليار سنة؟ هي دي النقطة الجاية اللي احنا المفروض هنبدأ نشتغل عليها، هنبدأ نشوف اماكن، نبدأ ندرسها، نشوف هل في كان في مظاهر لوجود حياة من 4 مليار سنة ولا لا. بس احنا دلوقتي عندنا العوامل الأساسية اللي تقدر تقول لنا ان احنا ممكن تكون حياة اتكونت طب في الوقت ده. دكتور جمال اسمح لي، يعني دكتور حامد اسمح لي اسال حضرتك الاضافه هنا او القيمه العلميه. طبعا زي ما حضرتك قلت انه السجل الجيولوجي للارض، انا بعمل رصد جديد وبعمل اضافه لحقبه زمنيه بتصل الى حوالي 500 مليون سنه كانت مجهوله وغير معروفه. ده بيترجم ازاي بقى علميا؟ تمام. ده ممكن يفيد الباحثين والمراكز الجيولوجيه والمراكز البحثيه ازاي؟ ده هيفيد العلماء اللي هم مهتمين بدراسة بداية الحياة اللي احنا بنسميهم الأستروبيولوجي، واللي هم الناس اللي بيهتموا بعلم الحفريات اللي هم الباليانتولوجيست. طيب ال 500 مليون سنة هم اوريدي موجودين في تاريخ الأرض، بس احنا ما كناش نعرف عنهم معلومات. هل صحيح. ال 500 مليون سنة دول كان فيهم حياة ولا لا؟
احنا دي النقطة الجديدة اللي احنا بنضيفها للعلماء اللي هم بقى مهتمين بدراسة بداية الحياة وبداية الحياة على الكواكب، اللي هم الاسترو والبالينتولوجيست اللي هم مهتمين بعلم الحفريات. احنا بنقول لهم يا جماعة ده كان قبل ما انتوا تعتقدوا ان كان في حياة عند 3.5 مليار سنة، لا ارجع بقى بالزمن ده 500 مليون سنة كمان لحد 4 مليار سنة، وابدأ بقى دور من جديد على اي شكل من اشكال الحياة. يعني معنى كده ان عند 3.5 مليار سنة ممكن ما تكونش دي بداية الحياة، بداية الحياة كانت بدأت قبل كده من 4 مليار سنة. جميل فأنت دلوقتي بتضيف لهم حاجة جديدة، بنقول يعني بنقول دي إضافة جديدة في صحيح العلم، أنت بتفتح لهم باب جديد يقدروا جميل. يدوروا على بداية الحياة من جديد، ودايما مش ابواب خلاص العلم اللي احنا دايما ابواب العلم زي ما اتفضل. حضرتك بتقول دلوقتي مفتوحه على نتائج واكتشافات جديده. يعني كل التحيه والتقدير لحضرتك والفريق البحثي، ربنا وهذا يبارك فيك. الاكتشاف العلمي اضافه علميه مصريه جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد جمال الدين، استاذ مساعد بكليه العلوم جامعه خليفه بدوله الامارات.